رسمة جديدة عن تغير المناخ، هنرسم ازاي التغير بيحصل شكل كاريكاتير عن تغير المناخ. فاللي هيرسم الرسمة يبعت لي حسابي على الانستجرام او الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. مستني اشوف تطبيقاتكم اللي بتفرحني جدا. جاهزين؟ يلا بينا. فيديو جديد ورسمة جديدة، ورسمة النهاردة بسيطة قوي. كل اللي هنحتاجه قلم اتش بي او قلم رصاص. بنبدأ نعمل شكل كده زي نص دايرة، وخط مايل ناحية اليمين، بعد كده خط نازل ناحية الشمال، وبعد كده نعمل شكل نص الدايرة التاني بالطريقة دي. عشان طبعا هنعمل شكل الايد، هنعمل الصباع الاول والتاني والتالت، هنعمل تلاتة بس لان طبعا شكل الايد من الجنب، فالمنظور من الجنب ما بيجيبش كل الصوابع. وزي ما انتم شايفين كده خطوة بخطوة بنخطط تخطيط خفيف عشان ما يسيبش اثر على الورق، وبنعمل المعصم وبنعمل الايد بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين طبعا اللي هيرسم الرسمة يروح على الانستجرام على الفيسبوك، الرابط موجودة في صندوق الوصف، يروح يعمل لي منشن على ستوري او على بوست، وهقول له على اخطاء بسيطة يعدلها، فده يطور من رسمكم ويشير الرسمة عشان الدعم النفسي. زي ما انتم شايفين عملنا 3 صوابع كده، والصباع الرابع طبعا اللي في الوش، وبعد كده بنعمل نص دايرة عشان نعمل شكل كوكب الارض، لان الايد طبعا هتبقى ماسكة شكل كوكب الارض. عملنا شكل نص دايرة كده بطريقة بسيطة، تقدروا تجيبوا اي مثلا دايرة عندكم صغيرة، سواء مثلا شكل مج او شكل كوباية تكون صغيرة، وتعملوا شكل نص دايرة، اهم حاجة تكون نظيفة. وبعد كده بقسم الرسمة نصين زي ما انتم شايفين، نص كوكب الارض ناحية اليمين، نص الشمال، وبرضو الايد قسمناها نصين. عملت شوية خطوط متعرجة كده عشان يدينا منظر بتاع كوكب الارض اللي احنا عايزين نعمله، وطبعا الخطوط دي بلونها باللون الاخضر عشان ده اليابس، واللون الازرق الون بيه الباقي عشان ده المية. والجنب الشمال بقى هيبقى طبعا الجنب الوحش، يعني الجنب اليمين هو جنب الطبيعة الجميل، الجنب اللي على الشمال هيبقى شكل الجفاف والحاجات اللي هي التغير بتاع المناخ بيؤدي ليها. فعلى الشمال هنلون بقى مكان الاخضر، مكان الاراضي الخضراء دي هنلون اللون الاصفر، ومكان اللون الازرق اللي هو البحر هنلون ناحية الشمال مكان البحر باللون البني. واكيد انت شفتوا الرسمة في الصورة المصغرة، ففاهمين انا قصدي ايه، وفاهمين انا بتكلم على الرسمة شكلها هيبقى عامل ازاي. ولكن الخطوات اهم حاجة، محدش يستعجل، محدش يجري ويجري الفيديو، اتفرجوا على الفيديو خطوة بخطوة عشان تفهموا كل خطوة عملناها ازاي، وكل حاجة هتمشوها بخطوة ازاي. فانتوا لازم تجيبوا ورقة وقلم وتبدأوا تتفرجوا معايا. اللي عايز بقى يعمل بجد، بقى عايز يبدع، يعمل زي ما انا كنت بعمل زمان لما كنت اشوف فيديو على اليوتيوب مثلا لتعليم رسم. كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب الفيديو وبجيب ورقة وقلم، اول حاجة بشوف الفيديو كامل بالنصايح اللي بتتقال بالخطوات، بشوفه كامل من غير ما ارسم. تمام؟ هتتفاجئ، هتقول لي ايه ده خالد، انت بتقول لي ارسم ازاي، بتقول لي انا دلوقتي اتفرج من غير ما ارسم؟ اقول لك بس ثانيه، اتفرجت على الفيديو كامل من غير ما ارسم، وعرفت كل النصايح، وعرفت كل الخطوات اللي هو هيمشي عليها اللي بيرسم قدامي. اجيب بقى الورقه والقلم وابدا اتفرج على الفيديو تاني، وبتفرج عليه كله تاني خطوة بخطوة، بعمل بقى الخطوات وانا اصلا في بالي النصايح اللي هو بيقولها، وبتأكد منها وهو بيقول تاني في المرة التانية بتاعت الفيديو. فدي اقتراح جميل قوي وحركة جميلة ممكن تعملوها، وكانت بتساعدني فعلا ان اطور من رسمي. كان في نصايح مهمة جدا بتتقال، فكنت بطور من رسمي بالطريقة دي. فعايزين تعملوا كده براحتكم، عايزين من اول المرة تجيبوا ورقة وقلم وتبدأوا ترسموا خطوة بخطوة براحتكم. زي ما انتم شايفين لون الاراضي بالاصفر، ومكان البحر عملنا لون بني، وكده احنا يبقى لوننا شكل كوكب الارض اللي على اليمين وعلى الشمال. طبعا بنلون بالوان فلوماستر، تقدروا تلونوا بالوان خشب، تقدروا تلونوا بفلوماستر، تقدروا تلونوا باللي يريحكم، ولكن الالوان خشب لازم تبروا القلم كويس. الالوان فلوماستر حاولوا انكم ما تلونوش على منطقه واحده اكتر من مرتين عشان ما يسيبش اثر على الورق، او يعني الالوان فلوماستر من نوع الالوان اللي هي لو لونتوا اكتر من مرتين على منطقه في رسمه معينه فهتلاقوا بدات تغمق كل شويه، يعني كل ما بتلونوا عليها اكتر من مره كل ما بتغمق. دلوقتي جبت لون البشره او اللون السيموني، وبدات الون الجنب اليمين عادي بلون البشره الطبيعي، ما فيش اي مشكله، اللون البسيط الجميل. وبعد كده هجيب لون البشره الغامق، في طبق في كده
زي درجة اغمق من لون السيموني ده، في درجة اغمق منه شوية، هبدأ الون بيها الجنب الشمال. طيب يا خالد انت بتقعد تقول لنا ان الرسومات بتاعتنا سهلة وبسيطة والوانها بسيطة ومش هنحتاج نجيب الوان ودرجات كتير، انت ما عندكش او انت ما عندكيش اللون السيموني عادي جدا مفيش مشكلة، سيبه الجنب اليمين ابيض ولونه مثلا الجنب الشمال باللون البرتقاني او اللون الاصفر او اللون البني الفاتح، لونوه بلون مختلف عن اللون العادي، لونوه بالوان مثلا زي اللون الاصفر يدينا الشكل اللي احنا عايزينه. زي ما انتم شايفين انا لو انتم باللون اغمق عادي مفيش اي مشكله، زي ما بقول لكم الالوان الرسم بسيط مش محتاج تعقيد، الرسم انكم تجيبوا حاجه بادوات بسيطه تطلعوا حاجه بطريقه بسيطه، مش محتاجين ان احنا نعقد نفسنا في الرسم. زي ما انتم شايفين باللون السيموني الغامق بلون المنظر ده، زي ما انتم شايفين بنكمل الرسم عادي باللون السيموني الغامق. زي ما قلت لكم تقدروا تختاروا اي نوع الوان تحبوه، الوان فورماستر، الوان خشب، اللام ماركر، الوان باستل، الوان اكريليك. هنعمل قريب كمان خامات تانية، هستخدم خامات تانية عشان في ناس كتير تقعد تقول لي ارسم مثلا بالاكريليك، ارسم بالالوان المية او الالوان المائيه، فانا بحاول اجيب لكم على قد ما اقدر الالوان الاكثر شعبيه اللي هي الالوان الخشب والالوان فورماستر، معروفه طبعا ان هي الاكثر شعبيه، الناس الاكثر عندها الالوان الخشب والالوان الفلماستر لانها بتكون سهله الاستخدام، بتكون سهله التعلم، فبسيطه جدا ان احنا نقدر نرسمها بطريقه بسيطه ونلون بيها يعني بطريقه بسيطه مش هتعقد المبتدئ في الرسم. وطبعا الالوان الفلماستر معروفه ان هي بتملى مساحه اكبر من الالوان الخشب، ولكن مشكله الالوان الفلماستر ان هي تنفع للمبتدئين، ولكن مشكلتها بقى ان هي ما بتجيبش درجات، يعني هي هتلاقيها غمقت من نفسها في حته وفتحت في حته على حسب ما انت بتعيد على المنطقه كم مره. ولكن الالوان الخشب انا اقدر اتحكم، اقدر افتح في حتت اللون واغمق في حتت اللون. زي ما انتم شايفين بخطط بالقلم اتش بي العادي، القلم الرصاص اللي احنا كنا خططنا في الاول بيه تخطيط خفيف، دلوقتي بعد ما خلصت تلوين قاعد اخطط تخطيط تقيل عشان بس يوضح الرسمه ويدي كده عمق للرسمه اكتر، وكده نبقى خططنا الرسمه وخططنا الايد وخططنا كوكب الارض. ودي كانت رسمه النهارده، مستني رايكم في الكومنتات، برد على الكومنتات في اسرع وقت، هتلاقي كومنت الرد جه على طول، فاكتب الكومنت الجميل واللايك الاجمل وما تنساش الاشتراك في القناه. ودي كانت رسمه النهارده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمة في صندوق الوصف، هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات واقول لكم لو في اخطاء وهنشجعكم وهشير رسوماتكم، فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.